نخلق جيل من الرجال، جيل من الرجال ومن الضباط اللي يعتمد عليهم انه يقودون هذا البلد بالمستقبل، ويقودون اخوانهم الجنود بالوحدات من يتخرجون. اريدك من بدياك من الاليف الى ان نوصل وياك الى اخر حرف. نبدي وياك بالقيافه العسكريه، نبدي وياك بالقيافه المدنيه، القاط من تلبس وتنزل. نبدي وياك ونعلمك شلون تتعامل ويا الامراه ويا الرجل الكبير ويا الطفل بالشارع من تنزل. نعلمك شلون من تروح بوحدتك، شلون تتعامل ويا الجندي برحمه وبصفه معلم وقائد ويا الجنود، وشلون تحاسب المخطئ بطريقه بحيث تتعلم ومو تنتقم من عنده، وشلون تكون قدوه له من تقوده بالمعركه، وشلون تكون قدامه تكون مثال له بالنزاهه، تكون مثال له بالمعلومات العسكريه. من المعيب جدا انه امر الفصيل او امر الرعيل يروح الى فصيل وباحد ضباط الصف اللي عندهم خبره اكثر من عنده ويفوقه بالمعلومات العسكريه، عيب ما نقبلها هذه. فبالتالي انا ليش اوصيك واقول لك ادرس زين، لياقتك تكون متميزه، لياقتك تكون متميزه. مو عيب تجينا للكليه العسكريه انت ما تعرف، مو عيب. مو عيب الانسان يجينا من بيئه ريفيه. شرف انهم اخواننا واهلنا بالريف العراقي. مو عيب. لكن عيب من نعلمك على شيء ما تتعلمه. من نعلمك شلون تلبس القار. احنا شنو الغايه من عندها؟ انه ما جتك فرصه انه ترتدي هاي البدله الرسميه وانت كنت بالريف. نعلمك اياها حتى باشر عقبه من ترسل من الكليه العسكريه او من الجيش ممثل للعراق في دوله من دول العالم، تعرف شلون تطلع بمظهر يليق بالبلد مالتنا وبالجيش. نعلمك النقاط اللي عممناها لكم اللي هي ما موجوده بالكراسه واللي انا كتبتها بايدي ودزيت لكم اياها. شلون تتعامل بالمدني وانت منتسب للجيش العراقي. شنو هي الشغلات اللي تتجنبها؟ وشنو هي الشغلات اللي لازم انه تتمسك بيها؟ انت عسكري تلبس المدني تبقى انت عسكري. اقاربك وجيرانك يباوع عليك بنظره الضابط حتى وان كنت ترتدي الزي المدني. فبالتالي يجب ان تكون حريص على اي خطوه تخطوها وعلى اي كلمه تصرفها او فعل تصرفها وانت بالاجازه مالك. انا اشوف في نظراتكم العزم والهمه والشجاعه. اشوف انه اكو قدامي شباب، يفتخر واحد من يقول انه انا اقود هاي المجموعه الخيره من الشباب. ناس عايفه الكليات المدنيه، عايفة الراحة، عايفة الأكل الزين والطلعة بالسوق ويا الأصدقاء والراحة والنوم اللي بيه ساعات طويلة والإنترنت والعلاقات الاجتماعية، ويجي إلى مؤسسة عسكرية بها تعب تبدي من الساعة 500 الصبح، يعني من الساعة بالخمسة الصبح إلى منتصف الليل، ويعرف أنه حياته كلها ارتبطت بهذا الاسم المشرف اللي هو الجيش العراقي او المؤسسه الامنيه العراقيه. فأنا افتخر من اوقف بيناتكم واسمع تقارير جيده عنكم، وان كان اكو بعض السلبيات لكن هاي سلبيات صغيره. نحاسب حتى نعلم، نحاسب حتى نطور مستواكم. فاريد اسمع ان شاء الله من معلميكم انه اكو فالتميز اكثر من هذا التميز بالكليه العسكريه الرابعه. تخرجكم قريب ان شاء الله، ما بقى لكم شيء، انتم على وشك انه تكونون زملائنا ان شاء الله بالمستقبل القريب. نريد نشوف تخرج متميز من الدورة 86 إن شاء الله.